الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بسرية للاستطلاع على أحوال وأمر قريش بعد أن هاجر إلى المدينة، يستطلع أخبار القوم، ماذا يفعلون، ماذا يعدون. كان على رأس السرية عبد الله بن جحش رضي الله عنهم، ومعه مجموعة من الصحابة. أعطاه النبي كتابا، قال: لا تفتح هذا الكتاب حتى تصل إلى وادي نخلة. مشى عبد الله بأصحابه ولم يفتح الكتاب حتى وصل إلى المكان الذي أشار فيه النبي عليه، وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله. لما وصل عبد الله بن جحش ومن معه من إخوانه إلى ذلك المكان، وفتح الكتاب وقرأه على من كان معه، قال: بهذا يأمركم النبي، من أراد أن يمضي معنا فليمضي، ومن أراد أن يعود إلى المدينة فليعود. هذا كلام الرسول، وهو مع أصحابه. تمر قافلة لقريش فيها التمر وفيها النوال وفيها وغيرها، لاحظهم الصحابة، فقام واحد من الصحابة فرمى الحضرمي، رماه بسهم فقتله. الوقت الذي قتل فيه هذا المشرك كان في أشهر الله تعالى الحرام، والقتال في الأشهر الحرام حرام. الصحابة ومنهم هذا عبد الله بن جحش ومن كان معه، اختلط عليهم الحساب نهاية الشهر وبداية الشهر من جمادى أو أول رجب. على كل، أخطأ هذا الصحابي ولم يتعمد. الخبر وصل إلى قريش، وبعد مدة وصل إلى المدينة. الآن حدثكم، أولا لما وصل الخبر إلى أهل مكة، الكفار المشركون،
محمد وأصحابه ينتهكون الشهر الحرام. ما يصير غير معقول. محمد لا يحترم، أصحابه لا يحترمون الشهر الحرام. نقول لكم كلمة بالدرجة، الكفار المزايا نتاع الإسلام كثيرة لا يرونها. كي يخطأ المسلم يشهرون بخطئه، والوكالات والقنوات في رمشة العين بسرعة البرق ينشرون هذا الخبر ويذيعونه في الناس. محمد لا يحترم الشهر الحرام. شوفوا واحد من الإخوة يشوف مسألة الكهرباء هذه حتى نواصل الخطبة. على كل أسعى جاهدا في رفع الصوت ريثما يعود التيار الكهربائي. فهؤلاء القوم شنعوا على النبي وعلى صحابته، هذا خطأ واحد، وللقوم أخطاء كثيرة لا تعد ولا تحصى. في هذا الباب، في هذا الباب يقول ربي في القرآن الكريم، خلوا بالكم معايا، الله يرحم والديكم، والخطبة هذه لها مغازي، لها معان ولها يعني مغزى كبير، أرجو أن تفهموا مني. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه. يسألونك يا محمد أخبرنا عن القتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. إيش معناته كبير؟ القتال في الشهر الحرام كبيرة عظيمة عند الله، من أكبر الكبائر، ونحن نقر بالشرع ولو كان على حسابنا إذا أخطأنا، فالحق على رؤوسنا فوق رؤوسنا. انتبهوا انتبهوا، جزاكم الله كل خير. انتبهوا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما نقدرش نجحدوا الشرع، فالشرع فوق رؤوسنا ونحن نخضع للأحكام برضانا. تعلمون لماذا؟ لأننا عبيد لله في الأمر وفي النهي. يا محمد يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا علينا لأننا أخطأنا، وصد عن سبيل الله وكفر به، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. شحال ولا؟ خمسة خمسة مقابل واحد. هم سألوا عن القتال في المسجد الحرام، عن القتال في الشهر الحرام. الشرع لا يحابي أحدا، قل قتال فيه كبير. دوك لازم تقولوا لنا وانتم واش درتوا؟ صد عن سبيل الله، جميع اللي آمن صدوه عن سبيل الله، وكفر به، الكفر بالله، المسجد الحرام وما تفعلون فيه من الشرك، وهم ليسوا أولياؤه، أولياؤه المتقون. صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام،
وإخراج أهله منه. خرجوا النبي وخرجوا الصحابة واستولوا على الأموال نتاعهم، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة فتنتم الناس، فتنتم الناس في دينهم بالعذاب والتنكيل، داروا فيهم باطل. هذا كامل، هذا كامل، هذو الخمسة. واش كان غير وحدة؟ محمد ينتهك الأشهر الحرم. والفتنة الشرك، وفتنة الرجل في دينه، والفتنة أشد وأكبر عن القتل الذي سألتم عنه. يا قوم ما لكم كيف تحكمون؟ سأقرأ لك بعض ما قاله العلماء رحمهم الله. هذه الآيات من سورة البقرة. ثارت ثائرة قريش وقالوا محمد وأصحابه يستحلون القتال في الشهر الحرام. هذا الصوت، هذا وقع في مكة، هذا الصوت ردده اليهود في المدينة. قالوا كيفاش؟ كيفاش؟ كيف يقتلون ويستحلون الشهر الحرام؟ لماذا؟ رددوا هذا الصوت لإحداث ماذا؟ هما من يصرف في ربي، كي قالوا هذا الكلام اليهود، هما ينصروا في ربي ولا ينصروا في النبي ولا ينصروا في الإسلام؟ عظمة عظمة وطح في سنانهم باش يكدوها. وخصك تفهم الكلام هذا. ردد هذا الصوت اليهود في المدينة، منيح؟ وأوقد النار في المدينة. نار هذه الحادثة أججها، أوقدها المنافقون، ولات حديث الخاص والعام. حتى ذوك الصحابة اللي هو عبد الله بن جحش ومن كان معه، لما ولوا للمدينة يعني داروا حاجة كبيرة. فجاء الوحي الفتح من الله، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزال هذا الأمر إلى يوم الناس هذا. فعبد الله بن جحش خرج إلى بطن نخلة، وهو موقع بين مكة والطائف، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب، لا تفتح الكتاب حتى تصل إلى هذا الموطن وهو بطن نخلة. أثار أعداء الإسلام عاصفة من الشكوك حول خطأ وقع فيه المسلمون. والصحابة بالمناسبة، الصحابة بشر ووقعوا في هذا الخطأ ولم يتعمدوا هذا، ظنوا في أنفسهم أن هذا هو الصواب، ولكن الله عز وجل أرشدهم وهداهم وبيّن لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد أثار أعداء الإسلام عاصفة من الشكوك حول خطأ وقع فيه المسلمون بقتالهم في الشهر الحرام من غير قصد، وقد قرر الحق تبارك وتعالى بأن القتال في الأشهر الحرم كبيرة من الكبائر، ولكنه وجه إلى الكفرة المعترضين سبيلا من الردود، فهم فعلوا كثيرا من الأخطاء التي تجعل ذنب المؤمنين صغيرا بالنسبة لما ارتكبوه من الصد عن دين الله والكفر به والاعتداء على المؤمنين في المسجد الحرام وإخراجهم المؤمنين من ديارهم وفتنتهم لهم في دينهم، ثم قتالهم للمؤمنين بعد إخراجهم من ديارهم. أيها الإخوة،
إن الأراجيف وافتعال الأزمات وتهويل الأمور وتضخيمها هو شأن السفهاء والمنافقين إزاء المسلمين طوال الحياة. فعلى أهل الإيمان أن يثبتوا ولا يتزعزعوا. قال الله تعالى في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعرف الإخوة، هذا لا يخفى على شريف علمكم، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة القبلة كانت إلى بيت المقدس، على اختلاف بين العلماء، قالوا 14 شهر 16 شهر 17 شهر، وبعدين ربي عز وجل حول القبلة إلى بيت الله تعالى الحرام. هذا الأمر هذا يعني شكون؟ يعني النبي هو المعني به ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم. المنافقون واليهود والسفهاء وحثالة القوم ما شأنهم في هذا الموضوع؟ يا أخويا العزيز، هم ما يصلوش خلاص وما يدينوش بدين الإسلام، ولكن انظر إليهم، إلى أراجيفهم وأباطيلهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. علاش تحولوا؟ أنتم ما هوش دخلكم؟ أنتم أصلا لا تدينون بدين الإسلام، أنت أصلا ما تصليش. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ جاء الرد: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعدين قالوا: وصلت لك تتصلها إلى بيت المقدس؟ ما لا، راحت وذهب أجرها. جاء الرد: ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألسنة السفهاء، ألسنة أهل النفاق شديدة على المسلمين. قال الله تعالى من سورة الأحزاب: سلقوكم بألسنة حداد. ألسنتهم على الكفار يقولون لإخوانهم، ألسنة المنافقين على الكفار من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم: لئن خرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لنقاتل معكم. سبحان الله، والله يشهد إنهم لكاذبون. فإثارة القلاقل وتهويل الناس، سب الناس وشتمهم، سبحان الله، إذا كان الإسلام يعني صدر خطأ من بعض أفراده قامت القيامة، قامت القيامة كما فعلت قريش في هذه الحادثة، وردد صوتها اليهود وباركها المنافقون. صحابي واحد أخطأ فقط، قالوا: يا محمد، القتال في الشهر الحرام. يا محمد، ما هذا؟ محمد يستحل القتال في الشهر الحرام؟ محمد. لكن إذا الناس سبوا الإسلام وسبوا المسلمين، المنافقون والسفهاء لا يتكلمون، يسكتون. سنة الله ماضية في خلقه، ولله تعالى في خلقه شؤون. فعلى أهل الإيمان أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يستمروا في دعوتهم ولا يبالون بما يقال فيهم. والواجب عليهم أن يذعنوا لأمر الله ورسوله سمعا وطاعة في الأمر والنهي. غايتك إرضاء ربك سبحانه تبارك وتعالى، ولا تلتفت إلى ما يقال فيك أو عنك أو ما يقال عن المسلمين والمسلمات، لا نلتفت إلى هذا، بل علينا كما قال الله تعالى: أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الفجر ومن الغروب ومن آناء الليل فسبحه وأدبار السجود. وسل ربك الثبات أمام هذه التيارات الهدامة،
وهذا النباح والعويل على الإسلام والمسلمين. سل ربك أن يثبتك بالسمع والطاعة لأمره ونهيه، وكن كهذا الرجل الفحل الذي قال له النبي: هذا الكتاب لا يفتح حتى تصل إلى المكان الفلاني. الرجل خبى الكتاب، والله ما فتحه في الطريق ولا قرأ ما فيه حتى وصل إلى بطن نخلة. فلما جاء إلى ذلك المكان فتحه وقال: سمعا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا عير الإسلام والمسلمين، أهل النفاق ومن كان على شاكلتهم يسكتون لا يتكلمون، الأمر جد عاد. وإذا ما أخطأ مسلم في أمر من الأمور يطيرون بذلك فرحا، ألسنتهم حادة على أهل الإيمان، سلقوكم بألسنة حداد وهي لينة مع الكفار، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. العاشر من محرم، عاشوراء، عند المسلمين هو يوم قربة وطاعة، هو يوم شكر لله عز وجل، صامه النبي تعظيما، صامه موسى شكرا لله، لأن الله نجى هذا الرسول الكريم ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وبطشه ومن فرعون وجنوده، فشكر موسى ربه فصام هذا اليوم. جاء النبي إلى المدينة، قال عن اليهود: لماذا يصومون هذا اليوم؟ أجابوا عن أنفسهم: لماذا تصومون؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. الولاء مقدم على النسب، الولاء للدين مقدم على النسب. نحن أولى بكم من موسى، لو كنتم على طريقة موسى لتركتم يهوديتكم وأسلمتم لله رب العالمين، فنحن أولى بكم من موسى. هذا العام صام النبي العاشر، فإذا كان من عام قابل، يعني العام الجاي نصوم التاسع ووفته المنية صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: انظروا إلى هذا الرجل، ما من أمر إلا وخالفنا فيه. في قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المرأة في الحيض عند اليهود تطرد، خرجوا من الدار ولا رح يقعد لي في المكان الفلاني نهار الطهري أرواحي. قالوا النبي: المرأة الحائض، المرأة الحائض عادي تبقى في بيتها تخدم زوجها تأكل وتشرب وزوجها له أن يباشرها، إلا أنه لا يجامعها. فقال اليهود: هذا الرجل، هذا الرجل يريد مخالفتنا في كل الأمور. قال: هذا العام نصوم العاشر، لكن من عام قادم نصوم التاسع والعاشر. أيها اليهود، المخالفة. فعاشوراء، عاشوراء هو يوم طاعة وقربة. اللي صام العاشر ربي كفه بسنة ماضية من الذنوب،
ربي يمحيها عليه سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يمحي عنا الذنوب والسيئات والمعاصي. ومن صام التاسع والعاشر حاز الأجر، ومن لم يصم التاسع صام العاشر والحادي عشر كان له ذلك صوما يوما قبله بعده له ذلك. الشاهد من ذلك يعني الذي أريده في هذه الخطبة الثانية هو أن هذا اليوم هو يوم طاعة لله عز وجل، ونفعل فيه ما فعله الرسول لا نزيد. لماذا؟ لأن بعض الناس أو قبل هذا، هذا اليوم يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وربي دار فرعون داروا آية وداروا عبرة وداروا موعظة، حتى الإمام اللي صلى الصبح اليوم في الفجر هنا قرأ من قول الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والإمام تعنا صلى بثمانية وثمانين شخص واقفين في الصفوف. أنا والله ماني نرقد فيك، أنا والله غير نبين لك صلاحك مع ربي سبحانه وتعالى. الإمام صلى الفجر مع 88 شخص واقفين في الصفوف وقرأ عليهم هذه الآية فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الظلم لا يدوم، وإذا دام دمر، والظلم ظلمات يوم القيامة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يمهلهم لكن لا يهملهم، وربك بالمرصاد للظلمة الذين يسوسون الناس بالعصا والحديد والنار كما فعل فرعون ببني إسرائيل، يقتل أبناءهم يستحيي نساءهم، بل قال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان يقول لبني إسرائيل فرعون ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الصرح كي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال الله تعالى عن فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لا يدوم، وإذا دام دمر، والعاقبة للمتقين. قالوا يا موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فضرب بعصاه في البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وكتب ربك النجاة لأوليائه وعلى رأسهم الكليم عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين. وكذلك الأمر في قصة فرعون، في قصة فرعون قال ابن فرعون في قصة نوح عليه السلام قال ابن نوح سآوي إلى جبل، ابن تيمية عنده واحد الاستنباط هنا جميل جدا، قال سآوي إلى جبل، قال ابن تيمية هذا العقل، العقل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الوحي لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. النتيجة فكان من المغرقين. فلا تعتمدوا على عقولكم، لا يكون العقل حاكما على الشرع فينجم عن ذلك البدع والمحدثات والخرافات. فنحن لا نعبد الله بعقولنا، إنما نعبد الله وحده لا شريك له، ونعبده بما شرع جل جلاله، عظم سلطانه، تقدست أسماؤه وصفاته. هذا اليوم كانت تعظمه قريش، وقيل أنهم كانوا يصومونه، وفي العاشر من محرم كانت قريش
تكسي الكعبة هذه تلبسها لباسا يليق بالكعبة الشريفة. وقعت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة من الهجرة في العاشر من محرم، وقتل الحسين بن علي عليه السلام ورضي الله عنه، سيد شباب أهل الجنة ابن فاطمة، جده رسول الله، والده علي، أهل البيت عليهم السلام، وهم تاج فوق رؤوسنا. سلام عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. في هذه السنة قتل الحسين، وقتل ظلما، قتله المتعطشون للسلطة، الدمويون المجرمون، هم الذين قتلوا الحسين ومن معه رضي الله تعالى عنهم من أهل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما فعل بعثمان وفي بيته. قتله الذين يريدون السلطة المتعطشون لها، الدمويون المجرمون، هم الذين دخلوا على عثمان وهم الذين أراقوا الدم الشريف في بيته وهو يقرأ القرآن. وأقول للرجال لربي من عليهم بالحياء والنخوة نتاع الرجولة، لما دخل القوم على عثمان فزعت الزوجة، خرجت من خدرها من حجرة نتاعها، نسيت خمارها. أنا مرقد فيكم، ما نديركم تشكبه ترقدوا، سمعت الصوت الضجيج، القوم دخلوا على عثمان ليقتلوه، خرجت مسرعة، نسيت الخمار، زوجته نائلة. قال عدي إلى خضرك، قولي للدار دخلي. قال هالرأس المكشوف نتاعك أشد علي مما أنا فيه، راح نقتلوه. قال كي يشوفوك بشعرك، هذا أشد علي من واش؟ من الناس اللي راح يقتلوني الآن. وتعرفوا باللي الحياة كان في الصحابة، والحياة هذا كسبه ربي عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحابة أشد الناس حياء في صحابة رسول الله هو عثمان. وقتل عثمان وقتلته يد الإجرام من الخوارج، المجرمون، كلاب النار، الدمويون، الغاية تبرر الوسيلة عند هؤلاء. وقتل عثمان رضي الله عنه. نعود في سنة 61، قتل الحسين بن علي وقتل ظلما، وفعلوا به ما فعلوا. الآن عاشوراء، وقتل في اليوم العاشر في 61 هجرية. الآن بعض من الطوائف من أهل الإسلام إذا جاء هذا اليوم صار مأتما وحزنا، يلطمون فيه الخدود ويشقون فيه الجيوب أو الجيب، هذا هو الجيب، يشقون، وترى فيه النياحة والبكاء، وبعضهم حتى كي يضرب الرأس نتاعه ليسيل الدم فداء للحسين، وبعضهم يقول بالاغتسال في يوم عاشوراء والاكتحال والخضاب، يفعلون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، كأن بهم يصورون الإسلام هو المأتم وهو الحزن. أبدا معاذ الله. قتل الحسين، والحسين من أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة. مرة النبي يخطب كما هذا الجمعة عقد يخطب في الناس، وجاي الحسين وجاي الحسن صغار، اللباس اللي كانوا يلبسوه كانوا يعثروا به في المشي وهما جايين عند جدهم، جدهم يخطب في الناس يوم الجمعة وما جايين ما لحقوش. وش دار النبي هنا؟
يوقف الخطبة وينزل من المنبر ويروح يجيبهم ويطلعهم هنا. قال لهم أيها الناس، أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. نموت حبا في أهل البيت، في علي، في فاطمة، في الحسن، في الحسين، في العباس وعبد الله بن عباس، أهل بيت نبينا تاج على رؤوسنا. لكن هذا لهش ذريعة لنفعل المخالفات الشرعية في هذا اليوم، فهذا مما يفعله الروافض في عاشوراء، وهذا لا أصل له في دين الله. هو يوم طاعة وقربة لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يعصمنا من الزلل ومن الخطأ، والله يعصمنا من الفواحش، وربي يتوب علينا وأزيدكم. إذا أصبنا في أمر ما فالفضل لله وحده لا شريك له، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، من أنفسنا، ونستغفر الله. انتبهتم؟ إن أصبنا فهذا من فضل الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا الخاطئة، والله يهدي من يشاء صراطه المستقيم. والله جل وعلا يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.